من استوديو صيف البحرين صبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة يوم الاثنين، وإن شاء الله يكون صباح سعيد عليكم. إن شاء الله صباحك خير حمد، وأكيد صباح الخير لكل المشاهدين اللي تابعونا في صيف البحرين. صباح جديد مليء بالفقرات المتميزة اللي جهزها لنا فريق الإعداد، وفي البداية حابين نفتتح حلقتنا مع الفن التشكيلي. إيش رأيك بالفن اليوم في الصباح وبداية شيء حلو، والناس بتستغرب من الشيء اللي عندنا اليوم. فنانة وايد متميزة، يعني متميزة. عن فنانة بحرينية شابة درست الفن بحذافيرة، ففنها يعتبر مختلف نوعا ما، ما اقتصر فقط على الرسم على الورق، بل أيضا على الجدران وأغلفة الهواتف الذكية وغيرها من الأشياء. أكيد من نبتدي ونرحب في ضيفاتنا. طبعا مين ضيفاتنا اليوم؟ ضيفتنا عزيزة بدري، يا هلا ويا مرحبا فيك. أهلين، يا مرحبا فيكم. شلونك؟ الحمد لله. ايش هالصباح الجميل بهالرسومات والابداعات الجميله. مشكورين. انا من دخلت الاستوديو اليوم شفت الرسومات قلت لا صباحنا حلو اليوم. يوم الاثنين وبفن نبتدي بشيء حلو. في البدايه كلمينا يمكن عزيزه عن موضوع بداياتك وشغفك في الرسم، بما ان هذا الشيء الفن التشكيلي شيء وايد يحتاج له وقت وجهد، يعني عشان تسوي له توصل لمرحله متقدمه، فكلميني على البدايات. بداياتي يعني في بداياتي وحبي وشغفي للفن أقدر أقول يعني من وأنا صغيرة، يعني كنت أحب أرسم، كان أي عمل فني أي صورة كانوا يلفتون نظري، حتى يعني أقدر أقول صدق ما كنت في بيئة فيها فنانين إلا أنها كانت تدعم الفن، سواء من أهل أو أقارب أو حتى أصدقاء. وحتى بعد دخولي للمدرسة كنت ألاقي الدعم والتشجيع من المدرسات نفسهم بعد ما شاف ان عندي حب ورغبه في الفن. ما شاء الله عليك. يعني يمكن احنا نعرف عزيز ان الفن ما شاء الله انواع، يعني في يمكن الرسم التجريدي وفي غيره من الرسومات، انت اي فن اللي تميلين له اكثر؟ انا جربت يعني كذا نوع وبس اقدر اقول ان اميل للمدرسه الانطباعيه اكثر. الانطباعيه. اليوم ايش راح نسوي ويا بعض؟ ايش راح ترسمين؟ ما بقول ايش بنسوي، يعني احنا مالنا في الرسم وايد نحاول. بالعكس جربنا ما شاء الله كل شيء. تعلمنا شويه. خلينا نتكلم. خلينا نشوف شنو. انا بعد المدرسه الانطباعيه صراحه اول مره اسمعها. يعني ممكن تشرحين لنا اياها شنو هي؟ هو اصلا سبب اختياري لها او ميلي لها، انا بالنسبه لي اللوحه مو بس عمل فني او نقل للموضوع، اللوحه فيها مشاعر الفنان، احاسيسه. فالمدرسه الانطباعيه وفرت لي هالشيء، يعني هي تعتمد على انطباع الفنان، احاسيسه ومشاعره، سواء ظهرت في اللون او ضربات الفرشه، فلهالسبب يعني اميل لها. اسمي للحين فيكون الاحساس مشمول يترجم مع رسمك يترجم يمكن على اللوحه نفسها. ايش راح تسوي لنا اليوم عزيزه ان شاء الله؟ اليوم برسم على الكفر. طبعا انا الفن مو بس بالنسبه لي رسم على اللوحه، استخدمه في حياتي في كل شيء، رسمت على الملابس، على الطوف، على كل شيء، يعني الفن اطبقه في حياتي. فبرسم اليوم على الكفر. بس اي كفر التليفون. بس اول شيء حابه اقدم يعني شيء بسيط حق الاستاذ. حبيبتي شكرا. شكرا. تفضل حمد. مشكورة عزيزة والله. أنا ترى أحب الهدايا، يصير أبطلها على الهواء إذا خلا صورها قبل. تعرفون إحنا نحب التصوير، لازم التصوير قبل. لا شو إحنا ريايل دايركت نبطل بدون تصوير. شوف أنا أحب التصوير الصراحة، يعني ودي أصور هديتي. صور صور يكون خلصنا إحنا البرنامج. يلا صور. لا الله على ما الله صورتي. الله اوه رسمينك كيوت حمد. شو بطلت الهدية بسرعة؟ شلون الله تفهم كنا احلى مني بشوي بس اوكي. لا صراحة ايمان لي حين تبطل الهدية ما حد قال لها تصور. ايمان اعطيني اكتب. اي والله شقها. شفت احنا البنات نبطل هديه بشويش يعني. لا انت خلينا تصورين يكون خلصت المتعه. ها عزيزه ايش بترسمين على ما احنا نبطل الهديه؟ شوفي الفن. متحمسه بشوف شنو. الله والله حلوه حمد ترى وايد شبهك ما شاء الله. هذه ايمان. الله هذه انا. شكرا لك عزيزه وايد حلوه من اساسا هذه الصوره انا احبها. شكرا لك وايد. الحين بنشوف شو بترسمين عزيزه. برسم شيء بسيط يعني بس برسم تبع الشمس عشان الوقت.
واخترتي الالوان العاديه صح؟ اي الوان اكريليك، وطبعا انا راسمه سكتش قبل عشان يسهل لي تطبقين الصوره نفسها. أي. وانتي ترسمين عزيزه اختي راحتك، احنا بنسولف وياك يعني. ودي اسال بالنسبه حق الرسم على يمكن الكفرات حق التلفون ولا غيره، هل هو سهل ولا صعب؟ يعني انا شوف ما شاء الله اتقنتي صورنا على الكفرات. هو كبدايه الواحد يحتاج يتعرف على الماده عشان يفرض اسلوبه عليها. حلو. فاي ففي البدايه اكيد واجهت صعوبه، بس قدرتي تتغلبي يعني. اي بس اقدر اقول ان الصعوبه الاكبر كانت شلون ان احافظ على الرسمه اكبر فتره ممكنه. فيعني صرت احط الورنيش عشان يحافظ عليها. يمكن شلون ترجم اصلا نفس ما قلتي انت المدرسه الانطباعيه انت قاعده ترسمينها، فشلون الواحد يترجم مشاعره في الرسمه نفسها؟ انت يعني تفكرين في شيء معين وقت ترسمين، ولا يعني ممكن ان تسوين مثل ما نقول فري ستايل او شيء كذي واللي يطلع معك؟ هو احساسي يعني الحاله اللي اكون فيها. حتى الاعمال اللي تحت كانت تجربه الاثر النفسي لدى الفنان، فكنت يعني ارسم كل لوحه على كذا حاله مختلفه. ما شاء الله خذي راحتك عزيزه، احنا بنشوف شلون ترسمين، شو الخطوات اللي بتسوينها. اول شيء حطيتي الالوان؟ اول شيء احط طبقه خفيفه عشان يعني تكون مثل الاساس للعمل. حلو. والحلو بعد انه في البدايه تقدرين انت تشتغلين، اذا غلطت في شيء تمسحينه بسكين او اي شيء قبل ما اهم شيء للحين ما حطيتي الورنيش يعني. يعني تقدرين تتحكمين الحين فيه قبل ما تحطين الورنيش اللي هي تعتبر طبقه عشان تثبت اللون. صح. صعوبه بعد ترى على الكفر انك ترسم على الكفر احس اصعب من ترسم على لوحه، لان اصغر والسيرفس بعد مال السطح، سطح المكان ما يوجد فيه صح عدد الالوان، صعب يحتاج له وقت ينشف، يحتاج كذا طبقه اكثر من طبقه. لهالسبب بعد اخترت الوان الاكريليك لانها تجف بسرعه. تجف بسرعه. انا ودي اتكلم عن لوحات، خذي راحتك عزيزه. شوف ما شاء الله حمد اللوحات الموجوده عندنا في الاستديو كل لوحه تعبر يعني عن فرح، عن حزن، اي تعبر عن شخصيه اللوحه او شيء المرسوم نفسه اللي موجود. خلينا نتكلم عن اول لوحه. هذه حمد، هذه صح؟ انا ما اشوفها هذه. ايوه هذه اللي هنا. هذه اللوحه جميله والله، وايد حلوه، فيها الوان، فيها حتى الوان في دمج الالوان يمكن لها طابع خاص هي في رسمها. اول ما دخلت كل رسمه خلاص عرفت ان هاي عزيزه رسمت، عرفتي انه يعني في لها طابع خاص في الواي الخاصه، اي في شلون ترسم الرسمه نفسها احس عندها روحها طابع خاص. لا ما شاء الله عليها متميزه، حتى انا عجبتني حتى هذه اللي على الستاند. مري عزيزة حاولتي تفكرين تسوي معرض شيء؟ شاركت اكيد في معارض داخل الجامعه وخارج الجامعه. شاركت في معرض تسامي، في معرض لايرز، وخارج الجامعه شاركت في معرض باب ارت كان تحت رعايه الشيخه سبيتشا. طبعا حابه اقدم لها الشكر والتقدير لدعمها وجهودها للشباب البحريني. وحتى بعد شاركت في معرض الشيخه هلا في المركز الثقافي، بعد اقدم لها الشكر والتقدير لدعمهم المستمر للشباب. للشباب اكيد. الحين احنا وين وصلنا في الرسم؟ للحين كطبقه اولى فتكون شفافه. هو اقدر اصبغ الون كامل الكفر في البدايه، بس انا حابه انه يكون جزء الشفاف موجود. الشفاف نفس ما سويتي يمكن على هذه اللوحه على هذا الكفر. يعني انا لاحظت ان هي حاولت هني تغمج يعني بالشعر او بالشكل، بس خلت مجموعه هني شفافه، يعني المساحه تكون شفافه. يعني انا خل احط الحين والله احس اكثر واحده بتستانس اني بغير الكفر اليوم نور. الله حلوه، حلو تلفوني. شوفي الحين صارت مو شفافه لان على لون اي، بس يعني شوف شلون بينت احس اكثر بعد. صح يمكن صح الرسمه يعني. لا صراحه شلون تقدرين توصفين رسماتك عزيزه؟ شلون توصفينها؟ اقدر اوصفهم ان رسماتي مو بس نقل للواقع، هم فيهم مشاعري انا. أيوة فيهم احاسيسي. هذه يمكن نبي نوضحها للناس ان ترى هاي اشكال اشخاص، ولكن انت حطيتي لمستك فيها. أي. وهاي هذه اللي يميزك انت فيها. انا يعني انا عارف انه يمكن الرسم يحتاج حق تدريب، يحتاج حق تطوير عزيزه.
هل انت تطورين نفسك من ناحيه الرسم؟ يعني من اول لوحه رسمتيها لاخر لوحه، هل تحسين في رسمك في تطور من ناحيه الالوان، من ناحيه حتى رسم الملامح وغيره؟ اي اكيد، حتى اقدر اقول انه يعني بعد ما دخلت التخصص الفنون اضاف لي وايد، من سواء من الناحيه النظريه او العمليه او حتى الميدانيه. يعني فكرتي تقدمين دورات يعني حتى حق المبتدئين؟ إيه في الخطط المستقبليه يعني حاطينك تقدمين دورات ان شاء الله؟ بقدم اونلاين يعني. اونلاين هذه هو يمكن بعد شلون التفاعل اونلاين يعني، خصوصا في هالفتره الحجر اكيد. قضيتي ترسمين انت في هالفتره صح؟ اي، وحتى يعني تعليقاتهم الحلوه اللي على السوشيال ميديا هي الدافع اللي تخليني قاعد استمر وارسم يوم عن يوم ما شاء الله، وتعطين اكثر في المجال. شو سويتي في الفتره دي، فتره المنزل؟ كنت كلها اشارك في مسابقات في رسومات، وبعد استانس لما اشوف تعليقات حلوه من فنانين كبار على حسابي. يعطيك دافع اكثر يعني، تحسين انهم يعطونك دفعه معنويه انك تقدمين اكثر في مجال الرسم. شدتني اللوحه اللي يمها اللي اربع صور صح؟ انا بعد من ساعه ودي اتكلم عنها، طالعك لكن قاعده طالع هناك. هذه لوحه شويه غريبه نوعا ما، انا بالنسبه لي يمكن اول مره اشوف هذه النوع. كرتونيه يمكن اكثر؟ كرتونيه اكثر. هي كانت تحت بعد رعاية الشيخة هلا، هي عطتنا مطلق الحرية نرسم اللي نبيه. فأنا بديت فترة كنت أمر يعني بضغوطات الجامعة واختبارات ومشاريع، فحبيت أن أبين الضغوطات اللي قاعدين نمر فيها. ويمكن بعد حجم الكامبس ساعدني أن أبين أن في ضيقة وفي تعب وايد. هاي عقب الامتحانات شيء وايد وقت الامتحانات وقت الدراسة. واللوحة اللي يمها عزيزة الثانية، أنا بعد حبيت الألوان وشون رسمتي السماء وشون تباين الألوان. هاي اللوحة مختلفة عن اللوحات الثانية. اي هاي لأنها تميل للمدرسة، هاي الرومانسية، المدرسة الرومانسية. عشان كذي يمكن هاي كانت بداية أكثر. اي بداياتي يعني كنت أجرب كذا مدرسة، بس في النهاية حبيت المدرسة الانطباعية. الانطباعية بس من وقت لوقت تحبين تنوعين؟ أكيد اي، أجرب كل شيء بعد ما أحب ما أجرب. اكيد فناناتنا احنا بنرجع لك خلال حلقه، بنشوف النتيجه النهائيه اختراحتك، بنكمل فقراتنا احنا. لكن الحين مشاهدينا راح ننتقل لفقرتنا الاسبوعيه اللي هي العلاج الطبيعي مع الدكتور هاني، خلينا نشوف ونرجع نكمل. مرحبا، صباح الخير. اليوم حبيت اكلمكم عن موضوع جدا مهم، هو أداء التمارين الوقائية لحماية العمود الفقري ابتداء من منطقة الرقبة للفقرات الصدرية، الفقرات القطنية والحوض، وشلون نعمل أو نؤدي هذه التمارين بطريقة صحيحة وبتكنيك أو تقنية صحيحة بدون أخطاء عشان نستفيد منها. وطبعا تمارين جدا سهلة ومبسطة، ممكن أداها أي وقت في المنزل أو في أي مكان. طبعا هذه المنطقة، نبتدي بهذه المنطقة، منطقة أعلى الظهر مع اللوحين. هذه العضلات الموجودة بين اللوحين وحوالين أعلى الظهر هي الأساس لحماية منطقة الرقبة. لا يكفي فقط أن نمرن منطقة الرقبة، لكن أيضا مهم أن نعرف كيف نشغل العضلات اللي تحمي وتثبت الأساس اللي يتكئ عليه العمود الفقري في منطقة الرقبة. خلنا نبتدي بأول تمرين اللي هو تمرين الفتح بالعرض، هو الريفرس أو أوبنينج. حياك، افتح. طبعا شوف هالتمرين اهم شيء يكون العضلات الداخليه للوح اللي هي الشولدر بليد او منطقه السكابولا باللاتيني. هذه العضلات دائما عندنا ضعيفه من كثر ما احنا قاعدين من حنين الامام على المكتب، فالعضلات دائما تكون نقطه ضعفنا. دائما اللي عندهم مشاكل في الرقبه تكون عندهم العضلات ضعيفه. هذه واحد من افضل واسهل التمارين اللي هو يشغل هالعضلات ويثبت الاساس او البيز او القاعده اللي اتكى عليها العمود الفقري في الرقبه. سوينا 5 مرات وثبت في النهاية. 1 2 وارتاح. بعد مرة ثانية. 1 2 وارتاح. حلو. بعد 1 2 3 وارتاح. خش. تمام. الحين ننتقل للتمرين الثاني. نمسك من فوق. وضعية التمرين صحيحة، يكون الظهر مستقيم والصدر إلى الأعلى. مد اليدين للأمام فوق إلى الأعلى، ركز على منطقة الكوع وسحبه إلى الخلف. حيا. هذا التمرين جدا مهم لتشغيل العضلات اللي تحت اللوح. الحين خلصنا من بين اللوحين،
لازم ايضا العضلات المائله لتحت اللوح، هذه لان ايضا تساهم في تثبيت مفصل الكتف. والى الان خمس مرات، حي 1 2 على راحه 3. المسكه في النهايه مهمه، يعني السرعه عامل مو مهم، اداء التمرين بهدوء وفي المسكه اللي تتم ثواني هي هنا، هو هنا يكون التمرين او الفائده من التمرين العظمى او الفائده الكبرى من التمرين. روح تمام، عضلات شغاله واضح تحت اللوح، حيا بعد مره ممتاز. زين، نتكلم الحين عن تمارين الكتف وتثبيت الكتف. حياك هني باليد اليمنى، تثبيت الكوع. طبعا احنا نعرف مفصل الكتف حساس ومعرض جدا للاصابات، سريع بسرعه انه يتعور، بسريع انه يتعرض لاصابات، تاهيله جدا شوي اخذ وقت وصعب. لكن معظم مشاكل الكتف ما تنتج من تقويه فقط العضلات الاماميه والذراع، لكن دائما احنا ننسى شلون نقوي العضلات المحوريه اللي هي روتيتر كاف، اللي هي العضلات اللي تحمي الكتف. من التمارين السهله جدا اللي هو التمارين المحوريه اللي هو اللي فيها التفاف بسيطه للخارج، هاي تمرين بيزك واساسي وسهل وله فائده جدا كبيره في حمايه مفصل الكتف. افتح وانزل 1. واهم شيء في هالتمرين مفصل الكوع يكون ملامس للجسم والجسم ثابت، واللي يتحرك فقط اليد والمفصل الكتف الى الخارج فقط. ونرجع 3، حيا نرجع 4، حلو 5، ممتاز. وممكن اداء العكس ايضا، يعني ممكن من هالجهة من الخارج الى الداخل، ايضا ممكن اعمال التمرين بطريقه عكسيه من الخارج الى الداخل ومن الداخل الى الخارج لتقويه العضلات الاماميه الالتفافيه ايضا، وهذا ايضا يساهم في تثبيت وحمايه مفصل الكتف. ممتاز. شكرا لك دكتور هاني على هذه النصائح، اتوقع عبد النبي يعني صار ريلاكس من عقب هذه التقرير. خلاص دائما كل اسبوع مع الدكتور هاني. اما الحين مشاهدينا ننتقل الى فقرتنا التاليه اللي تخص بمشاريع الاطفال، الكوكيز من الحلويات المحببه للاطفال وصناعتها متعه واستثمار للوقت بشكل صحيح. ومعنا اليوم اخوه حبوا ان يسوون لهم مشروع صنع الكوكيز يصنع بحب، سموا مشروعهم سويت نيفر تيتي. نرحب بالاخوه عبد الرحمن وعايشه وفاطمه، وشيء حلو صراحه. اي صباح الكوكيز، مو بس اللي هاي يحب الكوكيز، حتى احنا صدق اي نستانس على الكوكيز. انا سيدة قلت لازم نبطله ذي. لا اكيد بنجربه. صباح الخير، شلونكم؟ زينين الحمد لله. شو اللي مسوي مشاريع؟ شو اللي مسوي مشروع؟ والله ودي انا اللي الحين اروح وياهم اسوي المشروع. شلونك عبد الرحمن؟ طيب. عبد الرحمن قول لي اسم نيفرتيتي اسم المشروع صح؟ شلون اخترتوا هذا الاسم؟ أول شيء حبيت أقول لكم شكراً على الاستضافة. نفرتيتي معناها الجميلة قد أتت، وأختي أغادي جميلة فتستاهل الإنسان. الله. وهي صاحبة المشروع. الله. أنا معجبة في نفرتيتي وشخصيتها وجمالها، فشفت إن السويت يناسب اسم نفرتيتي فسمينا مشروعنا سويتي نفرتيتي. ما شاء الله واخترتوا الاسم الصح، كلنا نحب نفرتيتي، وما شاء الله نفس ما قال عبد الرحمن اختي تحب اختي تحب نفرتيتي. وانا قبل ترى الهوى سالت عبد الرحمن مين اللي يسوي الكوكيز؟ كلهم اشروا عليها. اشروا على عايشه. تسوين الكوكيز عايشه؟ اي اشروا على عايشه قالوا هي، وهو يقول لك يعطيهم يعني هو اللي يذوق ويعطيهم يقول لهم سووا كذي سووا كذي. هم دائما الصبيان شي يعطون الاراء الحلوه الجميله. يمكن خلينا نتكلم عن شنو الانواع اللي تقدمونها فاطمه من الكوكيز؟ نقدم الاوريجينال والدارك، الى الان هاي اللي نجحنا فيه وان شاء الله في المستقبل نسوي زياده. شلون جاتك الفكره عشان تسوون الدارك؟ فكرتي فيه وحسيتي ان الناس تحب الدارك مو بس يحبون الاوريجينال صح؟
انا والله ودي اجرب. نجرب صدق. انا ودي اجرب. تجربي الدور. اي يمكن عبد الرحمن كنا نسولف نقول مساعه ان ما شاء الله انتم متميزين، تشوفون الناس وايد تحب الكوكيز نفرتيتي، يحبونه الناس وايد. وعايشه شنو دائما اذا بتسوي الكوكيز شنو الاشياء اللي تحطينها في الكوكيز؟ مخرجنا وين؟ القهوه يبين. شنو اللي تحبين تحطينه داخل الكوكيز؟ شوكولات؟ قطع من الشوكولات؟ فاطمة عادة إذا بتسوون النوعين شنو أكثر الأمور اللي تركزون عليها؟ المقادير الرطبة. ما شاء الله يعني فكرها لذيذ؟ أنا ما بقول شيء. أنا أبي أكل وأبي أسأل. أنا منصدم صراحة. ما شاء الله عليهم مبدعين يعني ويانا اليوم. أكثر الناس اللي تحب الكوكيز شنو أكثر نوع؟ النوع اللي يحبونه؟ والله لازم أقول لكم الكوكيز مع أختي عائشة لكل زمان ومكان. الله عليه لكل زمان عبد الرحمن ومكان. عرفنا دور عبد الرحمن هو الدعاية. تسويق. تسويق صح كان والدتي موجودة هو مسوق للمشروع. والله أنا بشتغل عشان تحن سويتي ذي صج وايد حلو وايد حلو صراحه. عايشه تساعدك ماما وياك اذا تبين تختارين الاشياء تروحين السوق تختارين المقادير. عايشه شلون تشوفين الناس لما يعني شفتي شلون انا عجبني وايد لذيذ وايد لذيذ. اي والله بقهوه الحين قهوه ام حسن. لما تشوفين الناس يعني الناس ياكلون من الكوكيز مالك شو تحسين تستانسين؟ شو تفكرين فيه؟ تقولين شنو؟ تقولين بروح البيت أسوي زيادة صح؟ مين يشجعك دائما؟ مين يشجعكم؟ كلهم في البيت كلكم تساعدون بعض. فاطمة يعني لما اسمعوا صديقاتك يمكن وحتى صديقات عايشة وحتى أصدقاء عبد الرحمن إن عندكم مشروع هل ساعدوكم شجعوكم؟ أعطونا دعم كبير وساعدوكم عشان تنشرون حتى عن هذا المشروع صح؟ إيه. عبد الرحمن ايش قالوا رابعك؟ قالوا كوكيز حلو؟ انت شنو تحب اكثر؟ تحب الاورجن ولا الدارك؟ اورنج انا لازم اذوق قدام قال عبد الرحمن يحبه حلو صراحه لذيذ صح. فاطمه خلينا نتكلم يمكن عن من اللي شجعك في البيت دائما؟ امي واخواني هم اللي يشجعونك دائما ويساعدونك والناس تطلب اكثر شيء النوعين صح؟ هل فكرتوا تسوون انواع ثانيه؟ فكرنا لك لحين ما نزلته يعني في اشياء جديده بتنزلونها؟ ايه. شنو اول شيء تخططون شنو بتسوون؟ ولا تكلميني شلون تسوين اول شيء عايشه؟ شلون تخططون اول شيء ولا بعدين مثلا تاخذون اراء الناس وبعدين يذوقون في البيت؟ شلون الخطوات تصير؟ اول شيء اجرب حق البيت واعطيه اهلي يذوقونه لان عجبهم اتدرب زياده لما انجح اخلي في المشروع صح لانه ما بيجاملونك صح في البيت اذا حلو بيقولون لك حلو صح. شنو كان شعوركم اول ما الناس طلبوا من عندكم؟ طرنا من الفرحه لكن عقب توترنا خفنا ان ما يعجبهم. ليش؟ بالعكس عقب طلع روعه. ارجع سوي الحركه عبد الرحمن روعه. اي خلاص هو قلت لك التسويق عند عبد الرحمن انا باخذ منه الصراحه بعض المعلومات لان اول قلت لك اول ما سيده قال لي انا اقول لهم سوون كذي كذي صح. انت شنو تقول لهم دائما عبد الرحمن؟ الدعايات انا اقول لهم واطلع فكاري اذا اسوي دعايات. انت شلون تسوي دعايات؟ تنزل فيديو في الانستغرام وتقول تعالوا اشتروا وكذي؟ ساعات. شنو تقول في الفيديو؟ الحين اقول اللي اقول. اي رجعنا مره ثانيه في برنامج اشبال المستقبل. اي عندنا سؤال واحد سريع حق الاخت عائشه. اختي عائشه احنا لاحظنا ان مشروعك صار عليه طلب كبير. أقول لنا عن الصيغ والسبب. وعايشة شو تقولين انت؟ وعقب لما يقول لك هالسؤال هو بعد بيرد عليها. انت بعد ترد عليها؟ أرد الإجابة عليه يعني. شو تقولين؟ مثلا إن الكوكيز حلو ومختلف. تقولين كذي؟ لا يعني مثلا عن سر نجاح المشروع. ايه؟ شلون صار؟ ايه؟ يعني أول شيء
سر نجاح أي مشروع هو الاهتمام بالجودة والطعام الله. أكثر من الاهتمام في السعر والأرباح عليك. يا سلام عليك، لأن مبدئي قليل دائم ولا كثير منقطع. الله الله الله، أنتوا لو تسمعون الكنترول مستانسين ومصابقين صراحة. عبد الرحمن أنا أقول لك وايد صور فيديوهات كذي، وإذا تبيني أساعدك اتصل لي ويا صور وياك بعد بسوي لكم فيديو تسويقي جميل. هو يعني فنان، هو فنان مبين عليه ما شاء الله، مشروعهم بيروح فوق يعني، اذا هاي تفكيرهم بيروح فوق. فاطمة كلميني عن يمكن انت وين تحسين ان مشروعكم ان شاء الله بيروح؟ ان شاء الله بنسوي مصنع كبير في البحرين ونبيع على المطاعم والمحلات. مصنع ها؟ حلو. الاهداف لا تحطون لها كذي سقف، خلاص بدون سقف الاهداف صح؟ عايشه انا ودي اسالك، شلون اقنعتي امك من مخاوفها في الفران؟ صراحه للحين ما قدرت اقنع. ليش؟ تقول لي روحي قولي حق اختك فاطمه ان تخلي داخل الفرن وتطلع من الفرن. يعني وفاطمه انت اللي تدخلين الكوكيز في الفرن وتطلعينه. اي فكيد خاف عليهم. يمكن حلو ان في التركيبه الثلاث كل واحد له دور. اي كل واحد له دور. التسويق عند عبد الرحمن خلاص صار صديقي انا. يعني عبد صح الرحمن صح، عبد الرحمن مسوق. عائشه اللي هي يعني تعطيك الفليفر، تسوي لك المكونات والمقادير وعندها التطبيق. اي هناك عندها التطبيق. ما شاء الله عليكم عبد الرحمن. شنو تسوي اذا الكوكيز ما يكون ناجح، يفشل الكوكيز؟ قول لهم ولا عادي ناكله احنا ونسوي حق الزبون لان احنا ما نعطي الزبون الا شيء الشيء الزين. تاكله انت هاي بس. سؤال زي عبد الرحمن، الحين انت تقول لهم اذا مو بحلو تقول لهم ولا ما تقول حق الزباين ان هاي الكوكيز فشل؟ انت تاكله عقب تسوي لهم واحد جديد. ناكله ونسوي لهم. بس اذا اختك الحين سوت شيء وانت ما عجبك تقول لها انه مو بحلو؟ امي اللي تحدد. اوكي. الوالده عندها سر التحديد. هو يقول لك مو مشكله اذا مو يعني ما نجح ياكله. شفت هاي فائده الاخوه في المشروع. هو قايم فيها اكيد. تضحك عايشه اكيد وايد انحطيتوا بهذه المواقف صح؟ وايد صارت مواقف تضحك وانتم تسوون الكوكيز. شنو اكثر شيء ضحكك وقت اللي يصير الكوكيز؟ أول مرة يوم قبل ما أفتح المشروع جربنا نسوي الكوكيز لكن فشل. أوكي صار أسود سود أمره احترق يمكن. الله يغويكم. لكن بعد كلينا الصور عبد الرحمن. بس اللي تتكلم عنه يعني اللي ذوق ذي الحين إيه الصراحة لذيذ. وصلت مستوى وايد حلو يعني. مو قال عبد الرحمن الله لا يراويكم. الله لا يراويكم. كان مو بعاد بشر الخواتم. إيه عشان اقول لك الصبيان بس مين يشوفون. بس هو سبب انه ترى طورهم طور مستواهم. قال لهم ترى الله يراويكم مو بحلو كان. ويوم كان محروق ايش قلت حق عائشه؟ محروق بس قلت لها كان محروق. عادي بعد كلينا. وكان حلو ولا كان يبين طعمه مو بحلو؟ لا كان طعمه حلو بس الشكل ما كان. الشكل انتم تركزون لنا الشكل لازم يكون حلو صح؟ حق الزبون عشان الزبون يقتنع يشتري منكم اكثر من مره. الشكل حلو، الشكل وايد حلو. فاطمه شنو شعوركم اول طلبيه ياتكم؟ يعني اول طلبيه ياتكم اكيد قلتوا خلاص. اي كنا وايد فرحانين لكن بعدين يوم وصل طلب خبنا شوي. ليش؟ طعم. يعني او بدايه تخوف ان الناس يعجبهم ما يعجبهم، بس بعدين خلاص الناس عجبها صح؟ عجب. زين بقول لك عبد الرحمن، يعني انت الحين ربعك لما يشوفونك في المدرسه يعني يكلمونك ولا يقولون لك الكوكيز هاي حلو مو حلو، شو تقول حق ربعك؟ شلون تقول حق ربعك تعالوا اشتروا من عندنا؟ يلا خلي يسوي لنا شيء. يلا سوي لنا فيديو بعد. هذه هم يقولون لي الان انا اغت عليهم ان تعالوا اشتروا هو لذيذ وايد. تعالوا جربوه. تعالوا جربوه عشان تاكلون منه. طالع الانستغرام على الشاشه الحين عشان اللي يبي يشتري من عندكم مكان انستغرام موجود. يكلم عبد الرحمن يقول لهم يقول الطلبيه وعبد الرحمن بيضبط كل شيء، واذا كان محروق وهو بياكل. اي هو اللي ياكل. صح. اكيد عارف ايش يسوي. هو عارف بس هو يعني هي ويل ميك شور يعني بيتاكد ان ترى اللي بيجيكم الكوكيز لازم ممتاز. يطلع نفس ما هو موجود عندنا فريش وما شاء الله لين وطعمه لذيذ.
ما شاء الله عليك يعني عبد الرحمن، انت ما شاء الله عليك مسوق ممتاز ممتاز. انا اقول لك استثمر، سوى وايد فيديوهات وانا بحط لك وايد لايكات وبشوف شو كل يوم شو تنزل. اوكي ان شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم العافيه، نورتونا، استانسنا معاكم وايد. والله يوفقكم ان شاء الله في ذي الكوكيز. الله يوفقك حبيبي. شكرا يخليك. مشاهدينا مع هالفقره الجميله اللي انا صراحه ما ودي اختمها، بس مجبورين نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم مع صيف البحرين. عودة مشاهدينا من بعد الفاصل. التجميل من الأمور اللي أصبحت منتشرة في السنوات الأخيرة، واللي يقوم بعملها الذكور والإناث على حد سواء. البعض يعملها لضرورة معينة، ولكن البعض الآخر يسويها كجزء من التغيير والنيو لوك. عشان كذي اليوم يسعدنا استضافة الدكتورة أمل فخري، أخصائية الجلدية والليزر. صباح الخير دكتورة. صباح النور. يا هلا يا مرحبا فيك دكتورة، أهلا بكم. في البداية خلنا نتكلم عن هناك دخلت العديد من التغييرات في التجميل، خلينا نتكلم عن انواعها. طبعا خلال العشر سنين اللي فاتت حصل ثوره في عالم التجميل من حيث التقنيات، الاجراءات، المستهدفين من الخدمه. التجميل دلوقتي بقى زي ما يكون حق للجميع. يعني ابتداء من سن متقدم جدا يمكن 14 سنه لسن متاخر جدا. يعني دلوقتي ما بقاش حكر على حد، حتى زمان كان بيبقى لطبقات معينه من المجتمع، دلوقتي ناس كتير. بالظبط كده، حق للجميع زي ما بقول لكم. في ثوره في الاجراءات والتقنيات والاجهزه خلت مجال التجميل في متناول الجميع وخلته امن بشكل كبير. صحيح. يعني ناس كتير كانت بتخضع للاجراءات التجميليه وتضطر تبعد عن حياتها الطبيعية فترة عشان بعد كده ترجع تمارسها تاني. دلوقتي في إجراءات تجميلية كتير بنعملها ونرجع سريع. بالضبط كده، مفيش داون تايم أو مفيش فترة نقاهة، مش مضطرة أن أنت تبعدي عن الناس بعدها. الإجراءات بقت آمنة، المواد بقت متطورة. مجال التجميل بقى دلوقتي فيه إجراءات تجميلية بتعد علاجية ووقائية، غير إن هي بتدي مظهر جميل أو لوك جديد. على سبيل مثلا المثال الحصر، ليزر إزالة الشعر. ليزر إزالة الشعر من الإجراءات المنتشرة دلوقتي في الرجال والنساء، إحنا بنستخدمه علاجي ونوصي بيه في بعض المشاكل الجلدية زي مثلا التهاب بصيلات الشعر. بنوصي ان احنا نعمل جلسات علشان بس نقلل سمك الشعره لما تيجي تطلع ما تعملش اصابه للجلد، وبالتالي فده جانب علاجي. صح. عزكم الله طبعا حالات الناسور الشرجي مثلا، الدكاتره بتوع الجراحه بيوصوا ان احنا نعمل ليزر في المنطقه دي علشان ده بيسبب ان احنا نرجع يحصل تاني الموضوع دوت. زياده تقرن الجلد او التشيكن سكين، الحالات دي اللي هي جلد بتقول يدلج الدجاجه. تمام. الحاجات دي برضو بنعمل ليها زي ليزر ازاله الشعر. البوتوكس طبعا، البوتوكس معروف لازاله التجاعيد ورفع الحاجب، ده الجانب التجميلي. يعني نقدر نقول ان يعني عمليات التجميل صارت متطوره اكثر، حتى المواد المستعمله، حتى التقنيات أكيد اللي تستعملونها في عمليات التجميل صارت متطوره. لكن خلينا نتكلم اليوم عن فلسفه التجميل دكتوره. تمام. يعني فلسفة كبيرة. طبعا احنا لو بصينا دلوقتي التجميل والفلسفة بتاعته هنلاقيه بيمشي على محورين. المحور الاول مور بيوتيفيكيشن، او زيادة لمظاهر الجمال بتاع الوجه والجسم. صح. المحور الثاني ان انا بس تو مينتين، او ان انا احافظ على شباب الوجه او الجسم، شد الترهلات اللي بتحصل، زيادة في نضارة البشرة وإخفاء علامات تقدم العمر. وأنا صراحة ليا فلسفتي الخاصة بقى، أنا بحاول أدمج بين الاثنين. أنا مش مع أن نبقى كوبي بيست من بعض، يعني ما مش لازم نجري ورا موضة التجميل أو الهوس في التجميل، ولكن أن احنا لازم نطلع يعني نبقى في أحدث إصدار لينا أو في أحسن فيرجن لينا.
يعني دي فلسفتي الخاصه. كل واحد وكل ست ليها جمالها الخاص، لازم تحافظ على ملامحها ولكن تظهرها بشكل اجمل. نركز على مراكز القوة، نحافظ على شبابنا وطلتنا وبس. هو ده يعني الفلس. الجمال ان انت تبقي طبيعيه ناتشورال، بدون مبالغه، بدون مبالغة. من غير يمكن ما وتختاري اللي يناسبك بالضبط، ما نقلد الناس اللي يمكن قاعد نشوفها في السوشيال ميديا. أكيد كثير طبعا. من البنات يروحون ابي نفس فلانه بالضبط، بيجي لي كثير وبحاول نوصل لحل وسط للناس اللي لسه مصممه ان هي تحصل على اللوك ده. بس بنختار مع بعض يعني ده دور الطبيب صح، ان هو يوجه المريض للي يلائمه المناسب له اللي يفيده على المدى الطويل، لان للاسف بعض الاجراءات التجميليه ساعات بتتم بشكل بيأثر بعد كده. يعني خليني اقول ان في ناس ومن المشاهير لو شفتي يعني اثار التجميل عليهم هتلاقيها سلبيه. فلازم ان انت تختاري كويس الاجراء، تختاري اللي هيقوم لك بالاجراء صح. هاي اهم شيء، ده نقط مهمه أكيد. جدا. يمكن دكتوره شلون تثقف الناس بهاي الطريقه؟ يمكن قلتي على موضوع يمكن بحط عليها خطين، الهوس، وهذه يعني الناس وايد تمر فيه اكيد. يمكن انتم من جانبكم هو اللي هو التجميلي، من جانبنا احنا كمال الاجسام تقريبا يعني بعض مقارب صح. ان لازم يكون في ليميت او حد، ان ترى هني خلاص هني مستواك، هني انت يعني شكلك حلو. فشلون تثقف الناس بهاي الطريقه ان ترى لازم يكون عندك وعي في موضوع ان انت تقدر تقول هني ستوب؟ طيب اول حاجه لما المريض بيجي لازم بعون معاه، يعني لازم اكتشف شخصيته صح، طبيعه عمله، بنختار مع بعض الاجراء المناسب ليه. الإجراء زي ما قلت اللي هيأثر فيه بالإيجاب على المدى الطويل. طبيعة الإجراء إزاي هيشتغل، إمتى هيبقى المفروض إن هو متوقع النتيجة، إمتى وبنسبة قد إيه، إيه الإجراءات أو الحاجات اللي يبعد عنها بعد الإجراء، وإيه الحاجات اللي هيلتزم بيها، إزاي يحافظ على النتيجة. دي نقطة مهمة جدا، لأن في ناس كتير بتفتكر إن الإجراء التجميلي ممكن يكون فور لايف تايم، يعني طول العمر. استحالة طبعا، إحنا جمال الوجه والبشرة بيتأثر بعوامل كتير جدا، إحنا مش هنبطل نكبر في العمر، مش هنبطل نتعرض للأسف للمواد الضارة اللي بقت محوطانة في الهواء، في الشمس، الرطوبة، الحر، الانهيلسي لايف ستايل اللي احنا ساعات بنضطر له في حاجات كتير. فالحاجات دي كلها بتاثر في جمال البشره وقدرتها على التاقلم والتجديد. فالحاجات دي كلها لازم ان انا اناقشها مع المريض، اقول له البدائل المتاحه ليه اللي تتناسب مع طبيعه عمله واسلوب حياته صح. يعني دكتورة أنا بتكلم عن الفيلر الحين، كثير يمكن من البنات، أنا قاعد أتكلم من جانب البنات، أنا هاي اللي أنا عارفة، يمكن حتى الشباب يلجؤون حق الفيلر بشكل مبالغ فيه. يعني تقول لك أبي مثل أكثر من إبرة، أكيد أنت كطبيب تقولين لها لا بشرتك ما تتحمل أكثر من إبرة، أو في إجراءات معينة عشان أنت تحتاجين الفيلر، وحتى الشكل يعني شكلك ما يستدعي أنك ما يستدعي أن أساساً تتحط الفيلر. فالعمليات عمليات تجميلية اللي تخص الفيلر اكيد بحر كبير معاكم دكتوره. الفيلر بالذات من الاجراءات اللي شهدت تطور شديد في المرحله الاخيره. احنا تطورنا من المواد الفيلر الدائمه اللي بتعمل مشاكل كتير، الى مواد الفيلر القابله للاذابه، وان هي بتروح بتاخد وقت معين في الجسم وبعدين بتدوب او بيتخلص منها الجسم بشكل او باخر. المواد دي بدات تبقى بتتحقن بتقنيات وأسس، مش بتعمل بس فوليوم أو حجم، زيادة حجم. يعني زمان كان الفيلر دي مادة مالئة أو بتعبي صح. بس دلوقتي لا، الفيلر ممكن يتحط في طبقات معينة من الوجه بتعمل رفع وشد وكونتور. يعني ممكن انت بتقولي ابره واحده صح. انا عايزه اقول لك وافاجئك ان ممكن البيشنت المريض يحقن اكثر من 8 ل 12 ابره، طبعا مش في جلسه واحده، ممكن على جلسات، ووشها يبقى سليمر
يعني يبقى كونتور ده اكتر واضعف. شلون؟ التكنيك. تمام. هو ده الحديث. وهل المواد تفرق بعد المواد اللي المستخدمه ولا؟ اكيد طبعا. يعني عشان كده بقول للمريض، المريض من حقه يعرف الماده اللي بيحقنها. جوده لازم تكون جودتها عاليه، جوده البيوريفيكيشن بتاعها او النقاء بتاعها. الحاجات يعني جودة أقل ممكن تعمل تكتلات، ممكن على المدى البعيد يعني. يعني الفيلر من الحاجات اللي زي ما أقول لك التكنيك دلوقتي مختلف فيها. هو اللي مهم بالضبط. يعني طريقة الحقن لازم تكون على أسس صحيحة في الطبقة الصحيحة من الجلد، علشان تدينا كمان مدى، مش على النتيجة مش على المدى القصير ولكن كمان على المدى البعيد. يعني الناس اللي بتحقن فيلر صح لو قارنتيها بأقرانها في نفس العمر هتلاقي في فرق. أكيد دكتورة، حالات كثيرة تيجي في العيادة، وأكيد يعني من الأشياء اللي دائما منتشر عندنا هي حب الشباب. خلينا نتكلم عن حب الشباب أكثر وعن علاجه في هذه الفترة، يمكن الشباب يواجهون هذه المشكلة بشكل كبير. أوكي. بالنسبة لحب الشباب هو موضوع مهم جدا، وأنا دايما بقول للأمهات نصيحة. في ناس كتير تقول لولادها، بنات وولاد، ما تقلقوش هي حبوب وفترة وهتعدي، مش لازم يعني ايه تبقوا متضايقين قوي، سيبوها وفترة وهتعدي. هي اكيد فترة وهتعدي، ولكن هتعدي ازاي؟ هتسيب البشرة عاملة ازاي؟ يعني ده دي النقطة الفيصل في الموضوع. في ناس تأثر عليهم نفسيا حتى أكيد. في هالفترة. أنا فترة حب الشباب طبعا فترة طويلة جدا، ممكن تمتد من سن البلوغ اللي بيوصل من 12 ل 13 سنة إلى سن أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات. فبالتالي هي فترة طويلة جدا، الهدف منها هو التحكم أو السيطرة على حب الشباب، وإن أنا ما سيبهوش يعمل لي أثر دائم في الوجه من تصبغات أو من حفر أو ندبات. صح. سواء حفر يعني منخفضة عن سطح الجلد وحفر مرتفعة بالضبط عن سطح الجلد أو الكيلويد أو اللي احنا بنسميه. دكتورة، في هالحالة شنو يعني طريقة العلاج لحب الشباب؟ حب الشباب طبعا له وسائل كتير، ما بين علاجات بالانتي بايوتيك او مضادات الالتهابات، وطبعا العلاج بالروأكيوتان، وله حالاته وله الشيك ليست بتاعه. يعني صح. مش كل الناس لازم تاخذ يعني نقفز للروأكيوتان على طول او الايزوتريتينيون تريتمنت، لانه طبعا له بروتوكوله خاص جدا. علاجات موضعية، إجراءات بسيطة ممكن نسيطر بيها على الحبوب، لايف ستايل معين كمان. يعني خليني أقول لك إن حب الشباب دوت ممكن يبقى بروتوكول بيني وبين دكتورة النساء والتوليد، أو عشان الهرمونات واللخبطة في الهرمونات ليها سبب، وبين اخصائيه التغذيه. صح، التغذيه تلعب يعني دور جدا اكيد كبير. طبعا. فيعني ممكن تلاقي المريض بينا احنا الثلاثه، وان شاء الله باذن الله يستفيد مننا احنا الثلاثه. دكتوره، يمكن اللي النقطه اللي بتكلم عنها موضوع اختيار الطبيب. يعني ممكن ان في عيادات كثيره، دكاتره كثيره، يمكن حتى بعض الصالونات يمكن تسوي اشياء تجميليه، ف للاسف يعني. فشلون الواحد يفرق بين الدكتور اللي يعني اثق فيه انه يسوي لي اشياء تجميليه وبين الدكتور اللي لا؟ او طبعا انت لما تروح لمركز طبي معتمد اكيد ففي اطباء متخصصين، لازم انت تبقى عارف، من حقك ان انت تبقى عارف انت بتتعامل مع مين. طبعا رغم زي ما قلت لك ان الاجراءات التجميليه بقت امنه جدا، ولكن هي بتبقى امنة على يد متخصصينها. صح. فمش معقول ان انا اروح اعمل حاجه ممكن تاثر بشكل سلبي في صالون او مكان غير معتمد. صح. يعني التجميل ما بقاش يعني شيء سهل وبسيط، سهل ده علم فعلا. يعني علم له اساسه وقواعده واسلوبه وطريقه التاديه بتاعته، يعني صح. كريتيكال. وبعدين انت بتتعاملي في حاجه، بتتعاملي في وشك، بتتعاملي في جسمك، بتتعاملي في حاجه يعني دي حاجه ماشيه معاكي، الموضوع مش اكل هتاكليها ولا لسه هتلبسي، بتغيري بالظبط كده. يعني
يعني لازم يكون في حذر في الموضوع اتوقع لازم يكون في المواد كمان المستخدمه الاجهزه المستخدمه لازم تسالي صح الاجهزه في اكيد اجهزه حديثه صح أكيد كثيره التطور في الاجهزه كمان في مدى الفعاليه وسبيكتروم او الامان بتاعها ومدى تنوع الاجراءات ده مدينا يعني مجال كبير جدا في عالم التجميل ومخلي يعني كطبيب تاخذين راحتك اكثر وتكون عمليه بالضبط وعندي البدائل يعني زي ما قلت لك يعني مثلا انت كمذيعه مثلا اكيد ما تقدريش تنفصلي عن شغلك فتره طويله اللوك بتاعك مهم فاي اجراء تجميلي لازم تبقي عامله الحساب بس طبعاً. ممكن تعمليه وتاني يوم على طول تظهري على الهواء بطلة حلوة جدا هذه بسبب الأجهزة الحديثة بالضبط كده أكيد دكتورة كل الشكر لك دكتورة أمل فخري على حضورك أنا سعيدة جدا لوجودي على تلفزيون البحرين وسعيدة أن أنا بمارس المركز ستانفورد الطبي أحد المراكز اللي إن شاء الله هتبقى ليها دور كويس جدا في خدمة المجتمع وتقديم خدمة صحية مميزة في مملكة البحرين وطبعا أنا إن شاء الله يعني اكيد هستناكي نعمل فحص ان شاء الله فحص خاص يعني انا بنقول ان احنا بنستخدم وسائل جديده هو فحص السليولاب ده بيديني فكره عن 47 عنصر في الجسم ما شاء الله ما بين فيتامينز مينرالز حتى المواد الضاره زي الهيفي ميتالز ودي بتديني فكره كويسه عن الجلد ازاي اتعامل معاه حالته اخبارها ايه كله من خلال جهاز واحد بسيط جهاز واحدة بدون شكة إبرة يا دوبك زي فينجر برينت كده مفيش وغزات حتى مش هتحسي بأي حاجة خلاص إن شاء الله راح أمر عندكم العيادة شكرا لك دكتورة ونورتيني أكيد النور شكرا أكيد مشاهدينا فاصل قصير وراجعين وياكم في آخر محطاتنا خلكم معنا عودة لكم من جديد مع فناناتنا التشكيلية عزيزة ونشوف شنو آخر النتيجة النهائية معاكي عزيزة عزيزة خلينا نشوف النتيجة النهائية ما شاء الله ما شاء الله صدق حلوة يعني رسمتي لنا شي وردة حلوة جميلة والألوان ألوان جميلة ألوان حلوة صيف البحرين يعني صيف البحرين الحين انشفت الرسمه ولا تحتاج لا بعد وقت تحتاج وقت. بس في لوحه جافه اذا هاي بحط الورنيش عليها عشان نشوف شلون اوكي يعني هاي الحين مثلا انت صبغتي على الكفر ولو رسمتي عليه حب تحطين عليه الورنيش ايه تركته فتره كافيه عشان تجف عاده ايش كثر ياخذ لها وقت انا اتركها على راحتها يعني اتركها يوم يومين وهل الصبغ يتم يعني ولا بعد فترة يطير هو أنا حط الورنيش عشان ما يطير أوكي. يعني أنا تأكدت أن رسمتي ما بتطير عرفت أن عليها ورنيش خلاص حتى مع الماي إحنا نفس السؤال نفس السؤال عندنا حتى من الماي والشمس عزيزة ما يطير صح؟ حلو عزيزة أنا بعود يسألك وانتي طبعاً تحطين الورنيش على الرسمة اليوم علاقتك بالسوشيال ميديا عشان تنشرين هذا الفن شلون تشوفين هل تشوفين في تفاعل من قبل اللي يتابعونك بالسوشيال ميديا وتنشرين هذا النوع من الفنون؟ اي أكيد أشوف تفاعل وايد كبير بعد وقاعد يدعموني يعني صراحة حتى يعني قلت لكم إن مثل ما قلت إن الدعمهم هو اللي قاعد يخليني أستمر خاصة الحين إحنا فترة حظر وقاعدين في البيت فهاي اللي قاعد اشتغل فيه وقتي ما فكرتي تسوين لايف مثلا تعطين ان شاء الله قريب حق بعض الرسامين اللي مبتدئين ممكن انه يكونون توهم يعني مشوارهم في الرسم اي احنا مسوين جروب كذي فنانين ونشارك بعض يعني نحط فنانين الاهتمامات والرسومات بالضبط ما شاء الله يعني انا احس الفن البحريني بخير ما شاء الله يعني تشوف هالطاقات الجميلة من عقب هذه الستيج خلاص هاي الستيج بين لنا فعلا يعني صد. كثير من الفنانين البحرينيين المتميزين يعني ذاك اليوم يمكن شفنا الرسم على الفخار وغيره من الأستاذة ليات نورتنا يمكن تخصص شوي جديد في البحرين نشوفه انه على الرزن بعد صح على الرزن والموزايك والموزايك كثير حلو. من الفنون يمكن حكيت ديكوباج
ديكوباج صح كثير من الفنون تعلمناها من خلال هالاستديو استديو صيف البحرين. واليوم عندنا نشوف بعد مع عزيزة رسم على الكفرات ما شاء الله. عزيزة الحين خلصتي صح حطيتي ورنيش تقريبا خلصت اتركه يجف بعد يعني يحتاج وقت. ايش قد قلتي يا اخذت تخلينا يعني يوم مثلا هو كل ما كان خليت وقت أطول كل ما كان أحسن يعني أنه يود أكثر أي. والمواد كلها من وين تأخذينها دائما اللي هو يعني الأصباغ الورنيش هالأمور ذي كلها من وين دائما تحصلينها؟ أتعامل يعني بكذا مكان في تاتش أوف آرت المنار حتى أنا شاركت في مسابقات المنار احنا كانوا عندنا ضيوف صح من فتره شاركت في اسطوره الرياضه للشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه ايوه والحمد لله فزت بعد يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني قلت لك الفن البحريني بخير. احنا كنا مستضيفينهم الاسبوع اللي طاف كنا قاعد نتكلم عن هذه المسابقه ونشوف فعلا البحرينيين يعني مع الرسم وغيره. ودي اسالك عزيزه اليوم هل انت فقط ترسمين يمكن على اللوحات وعلى الكفرات ولا فكرتي ترسمين على شيء ثاني مثل العلب البلاستيكيه الزجاج وغيره من هالامور؟ انا ارسم بعد على الملابس على الطوف يعني كذا شيء يعني اهم شيء الماده اتعرف عليها في البدايه بعدين اوكي. والرسم على يمكن التيشيرتات مختلف عن الرسم على اللوحات اي تحتاج تكنيك معين يعني الماده لازم تتعرفين عليها اول عشان اتوقع بما ان هي رسمت على الكفر اي شيء بترسم عليه ما شاء الله عليها لان الكفر ملمسه يعني وايد سوف وصعب ترسم عليه. ممكن نشوف النتيجه النهائيه وقبل ان اختم اي نتيجه ثانيه نتيجتين عادي ثنتين مع بعض ترفعينها بس اكثر شويه اي عشان يشوفونها المشاهدين الله يعني فعلا تغيير عن باقي الاغلفه اللي موجوده بالسوق. واتوقع يعني احنا نحب نشوف الكفرات الحلوه الخفيفه صح. يعني نفس انا مستانسه صراحه من ساعه على على رسمتي بس بعد يعني مستخسر حطها في التليفون يمكن اعلق في السياره يعني بعد مو بغلط. يعطيك العافيه عزيزه نورتينا واكيد نتمنى لك كل التوفيق وشكرا على الهديه وفعلا استمتعنا معك بهالفقره ونتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله نشوفك مره ثانيه في محافل ثانيه ونشوفك راسمه اشي ثاني على تيشرتات على ترسمين لنا على طوفة صيف البحرين ما بنقول لك لا. مشكورين على الاستضافة شكرا لك الله يعافيك. خلصت ساعتنا مشاهدينا نشوفكم باكر على نفس الموعد مع السلامة مع السلامة.